السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى يا ربي تكونوا كل شيء على خير وبخير، وان شاء الله يا ربي تكونوا في صحه جيده. اللي كيدخل اول مره لا فيديو ما ينساش انه يضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش تقول توصلوا باي جديد ديالي. مؤخرا بزاف الناس لاحظوا تيقولوا لي عيني كلها تيبانوا، شكل عيني كلها تيبانوا، دابلين عيني كلها تيبانوا. شوفوا كتكون شويه النفسيه مريضه وداك الشيء، ومع كثره حتى الارهاق تنبقاش عاده التليفون وهذا تيعياو ليا عينيا بزاف. داكشي علاش هذا هو المشكل، وتا انا ما صلحتش في راسي فاش تنشوف المرايا عن قرب، يعني حتى تنشوف لي فيديو. كنت ناعسه اختكم، ما عليا ما بيا، حتى تهيت سباكيتي فكرت تنقول ما عندي فرماج، ما عندي كفته، ما عندي طون، ما عندي شنو ندير. قررت انني نديرها بالخضره اللي كاينه كما غتشوفوا، وحق الله حتى كتجي فنه ورائعه بدون ما غادي ترونوا الماعن بدون ولا شيء. مهم تبعوا الطريقه. انا دابا ما درت لكم التقديم تاع ضربت شخصي الطابصي ضربت الطقس مزيان، ضربت سعاده، درت لكم التقديم باش ما نكتبش عليكم. صراحه انا شفت الطريقه، دارتها شوميشه، دارتها بالنسبه لديك المقارونيه المجعبه، ودارتها بواحد المرقه وداك الشيء وبالطوماط سوغيز وهذا. اني جات ساهله وشفتها جات مرقتها خاطره وداك الشيء، قلت غنجربها، قلت مع الماء غادي تجي باسله، ولكن غادي غير تخليو حتى تنشف من الماء غادي تزيدوا. المهم تبعوا غير الطريقه والله الا اللي درت، ولكن راه جات واعره رائعه. نتمنىكم انكم تجربوا، ما تنساوش تكملوا الفيديو حتى الاخر، ودعواتكم معايا، دعواتكم معايا، ما تنساوش بارطاج، ونخليكم تكملوا الفيديو. شو البنات اليوم ها كنت جالسه وهي تبان لي واحد الحاجه في بالي، بصح غادي نديرها معاكم، هي سباكيتي بالخضر. المهم انا درت شويه ديال الجلبانه، هانتوما معاها كانت في الفريكو صافي، وعندي هنايا بصيله والفلفله ومطيشه وداك الشيء. المهم انا غادي نصايب معاكم، غادي تشوفوا. بصراحه انا راه غير بغيت، يعني جاوني هاد المذاقات في بالي وقلت غادي نديرها، وهي غالبا غادي تجي زوينه. ها اختي ثقه في النفس، بدون مهم غنديرها بدون كفته، بدون طون، بدون ولا شيء، غادي نصايبها معاكم. انا قلت زعما سباكيتي الكذاب، يعني بخضر اللي هي زوينه، يعني فهمتوا ما كايناش شي حاجه اللي مضره بالصحه يا اختي. صراحه والله الا عرفتوا مع اختكم شكون بحالي كيجيها الجوع في البر في هاد الوقيته، عرفتوا شنو راه شي جوع كيجيك لا اله الا الله وصافي، يعني خاصني ضروري نديرو شي حاجه. صافي غادي نقي المطيشه ديالي، المهم باش ما نطولش عليكم. صافي الفلفله ديالنا ما غاديش تنقى ما حتى شي حاجه. دابا غادي ندوزو البصله ديالنا، راح يمكن ما غنديرهاش كامله، شكوني بحالي تطير لها النص بعدا فديرها نتوما. غادي نديرها بحال هكا، الثومه ديالنا هاد الراس هو توان ثلاثي باقي مع بعضياتو، ويلاش من ثلاثي الخماسي هذا، هانشوف سبحان الله. هادشي كان ملاصق كامل، توا غادي نقيه باش غادي نغسل كاع هادشي مجموع. الوجه البان الصراحه اللي فكرتها، الا درت شي فكره غلطه ما تلومونيش، لانه غير فكرت انني نديرها، غادي يمكن غادي نديرها مع سباكيتي اختي، مع سباكيتي نيشان. ايوا صافي هنايا غادي ندير بقضيه القزبر، فهمتوا؟ المهم جبت القزبر، الصراحه انا تيبقى عندي الشك فيه، خاصني نبقى نقي وداك الشيء، راسي مخدام معايا. عرفتي علاش غتشوفوني ما نديرش هذاك الشيء بحد الحق وطريقه؟ السيمو قال لك اختي ما فيه ما يبقى يدي وغسل. غادي تشوفوا، غادي ندير بحال الناس ديال لبنان، الناس العروبي، تحيي الناس العروبية، راه أنا في العروبية غادي نغسلهم هنايا، غادي نغسل الخضرة ديالي. الجلبانة راه ديجا كانت في الفريكو وداك الشيء، غادي نخليها هنا. المهم دابا غادي نبدا، حطينا الما يسخن، غادي نبدا الفلفل فلافل. أنا غندير معاكم طريقتي الطبيعية، يعني عادية كيف ما ديما. غادي نقطعهم بحال هكا، واحد ما بينكم كون تعجبو الطياب الحموضة ديال المطيشة وداك الشيء، شتي ما باقي لنا حك ديال المطيشة. ها سي محمد شوف سمعتوها، ها هو ساكت حصلتي مخدمة الفيديو. صافي غادي، راه ما غاديش نبقى مخليها طويلة،
غادي غير صافي، وغادي نبقى نقطع على هذا الشكل هذا. نتمنى شوف صبح العمل خصي راني ماسحه يا اختي، شوف راني غاسله كل شيء. صافي غادي ندير هكا، صافي غنبقى نقطع الفلفله ديالي على هذا الشكل هذا. المهم دابا غادي نجيب الباكيت ديالي، غادي نغسلها كل شيء دير هنا ديا. صافي غادي نقسمها على هذا الشكل هذا. انا الصراحه هادو كنت يديروها طويله تاهي ما عرف. صافي غادي نخوي عليها الماء، الماء ديالنا اللي هو طاي هانتوما البخار. انا كنت بديت كنصور معاكم، غادي نزيد واحد شويه في التبريه خاطرها، غادي ندير واحد شويه ديال الزيت. المهم الطريقه راه كلكم عارفينها، وشويه ديال الملحه. صافي نحط الطاجين. المهم من بعد ما قرطت الفلفله ديالي درت معاها عاوتاني الجبانه، غادي نزيد وغادي نقرضوا البصله. البصله غادي نخليوها شويه غليظه هذا الشكل هنا الجيه. صافي غنستعمل هكا دوائر، تنبغي اختي نزرب بحال نولي بحال لي شاف. نبغي اختي بحال لي شاف. انا سي محمد مقابلني تيقول لي قلت تخاف قلت شتو. صافي هي هذيك الصراحه والله حتى غتجي رائعه، وشي حاجه اللي كتجي مزروبه وغادي تعجبكم، والله غادي تعجبكم هاد الطريقه. غادي ملي غتشوفوها معايا غادي تشوفوها. صافي غادي ندير البصله ديالي هكا، وهذا الشيء كامل من بعد ما دازت واحد 4 دقائق على هذيك الباكيتي وداكشي، غنزيد عليها هاد الخضره في وسط داك الماء وداكشي باش تسلق لينا، حيت الفلفله وهذا كيبغوا شويه ديال الطياب. انتم اخوات بان لكم الروينه وداكشي، هذاك الخضره اللي قطعت انتم غادي نزيدوها هنا، غادي نزيدنا وغنرجع عاوتاني الطياب فوق البوطه. عرفت شو واحد الحاجه نسيت انني راه غادي نحكا وحيد ليها الجلود، يعني غادي نحكا بهذه الطريقه هذه واخا تجيني صعيبه. صافي غادي نحكو المطيشه ديالنا. انا الصراحه كتعجبني الحموضه فيها بزاف. المهم هنايا غادي نزيد واحد الحك ديال المطيشه صغير، صراحه اللي بغى يزيد غير معايا يلقى يزيد. انا كما قلت لكم كتعجبني هذه الحموضه هذه، ومعها غادي ندير هذا الخليط هذا مع كل شيء. صافي غندير شويه د الملحه هانتوما كتقلقوا لي تقوي، انا غندير الملح قدامكم على شويه سكين كبير، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم. انا الحاجه الوحيده هانتوما غتكونوا لاحظتوها معايا راه من قبل حتى راه زدت القزبر والثومه ما صورتهمش معاكم باش نطول عليكم الفيديو. صافي وغنزيدو الزيت هكا جهد معالقة. صافي وغادي نخلطو المكونات ديالي ونرجع معاكم. مهم هانتوما من بعد ما درت هذا الطابولينا واحد شويه كما كتشوفوا، غادي ندير داك الخليط ديال المطيشه وداك لي طامو يكون معايا سمبلي غاد الطاجين. صافي وغادي نخلطو بحال هكا، الشكل هذا حتى تطلق لي هذيك المطيشه وداك لي قامو، وغادي نرجعو يطيب باش يحيد لينا هذاك الماء اللي بقى. من بعد ما سهليت انا غادي نبان معاكم. انتم شوفوا ما بغاش يهبط لي التليفون، صراحه والله الا كتجي واحد المذاق رائع.
باقا سخونه جات زوينه زوينه زوينه. نتمنى لكم انكم تجربوها وتشوفوا معها تشهيت مع عصير ديال الليمون. نتمنى انكم تجربوها. وما مهم ها هو الطبيصيط ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. ونخليكم في امان الله ان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم.